بتبني أكنها سلالم، كل سلم بيطلعك لسلم اللي فوقها. ربنا ادانا قدرات على المخلوقات على حاجات كتير جدا، لان التحديات بتديك قوة أكتر، وعندك رهبة وعندك أهدافك. العطاء بالمال، العطاء بالمال. عارفين في وقت من الأوقات من أكتر من 15 سنة كنت أنا وقتها لسه مدير عام في أحد شركات الفنادق الكبيرة، وكنت خدت ترقية، كنت مساعد رئيس مجلس إدارة شركة فنادق كبيرة عالمية. وبعدين حصل لخبطة، لأن استثمرت استثمار معين مع ناس معينين واتحدوا هم وفلسوا اللوكان ده وأنا كنت فيها. وهناك في قوانين اسمه قانون التفليسة، لما يفلسوا هم خلاص باظوا، لقيت نفسي كل حاجة معايا راحت، كله راح، كله ضاع. خدوا مني عربيتي، خد منه حاجتي، خدت تاكس رحت بالبيت عشان خاطر قلت الأمال، قلت لها مراتي، قلت لها ادفع التاكس. وقعدت اقول اشمعنى ازاي يحصل حاجه زي كده بعد كل السن ده كله، بعد كل الوجع ده كله، ولسه خدت احسن جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه، واللوكاندا بتاعتي اتفلس، يعني ما كانش في اكتر من كده بهدله. وبعدين لقيت نفسي تعبان نفسيا جدا. وانا مروح رحت البيت، كان فيه 1000 دولار، كل اللي كان معانا 1000 دولار، البيت البنك هياخده والعربيه اتاخدت، فضل عربيه مراتي ولادي وبيتي وحالي بيروح في السن ده بعد كل النجاح اللي انا حققته. بصيت لنفسي استثمار وماليش ذنب في حاجه اطلاقا، هم اتحدوا ولما فلسوها اخذوا 4 مليون دولار من البنك وهربوا. قلت نفسي لوحدي، مسكت اللوكاندا لكذا شهر، لكن كان لازم اللي هو المدفوعات، والمهم كان في حته حسابيه البنك كان لازم ياخده، وكان فاضل عندنا 1000 دولار. اخذت ال 1000 دولار وحطيتهم في جيبي، كان يوم جمعه وكنا في رمضان، ورحت الجامع بصلي، ولقيت الشيخ، كان وقتها شيخ من الشيوخ يعني الله يمسيه بالخير، راجل في منتهى جمال، اتعلمت منه كتير جدا جدا، هو من اصل سوري، عمال يقول يا جماعه احنا في رمضان واخدنا محطه اذاعيه وحطينا كل اللي معانا وكل اللي ناقصنا 1000 دولار عشان نكمل المبلغ. انا قلت الله، ده بيتكلم على 1000 دولار اللي في جيبي. رحت مديهم له، قلت ربنا مش هيضيعني يعني، ومشيت. رجعت البيت لقيت أمال مراتي بتقول لي في تليفون شركة كذا وكذا عايزينك، بيقولوا سمعوا عنك وعايزينك تديهم تدريب ومش عارف ايه. فرفعت سمعت التليفون، قالوا انا ابراهيم الفي، قال لي اهلا وسهلا تعال، ده احنا عايزينك وعايزين ندي لك عقد، وعارفين ان انت مثلا بتاخد كذا وهندي لك 10,000 دولار. قلت الله اكبر، فعلا حسب 10 امثالها. ورحت هناك بعد كده وادوني عقد بسنه. شايفين العطاء لله، ما قلتش لحد، ما اعرفش حاجه، ما فيش حاجه، قلت اهو، وربنا مش ممكن يضيعني لان هذا بيت الله سبحانه وتعالى. مش معنى كده واحد يكون اهبل وهيموت من الجوع، ما تخافش، لان لما تتوكل على الله حق التوكل، عارف ربنا سبحانه وتعالى بيعطيك بالظبط، بيرزقك زي ما بيرزق الطير. عارف ازاي الطير؟ احنا كنا في جزر الموريتشوس، كنا بنسجل حاجه هناك اسمها دعوه الى التفاؤل، واحنا ماشيين كان في مناظر خلابه، سبحان الله في خلقه فعلا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب، سبحانه، وإحنا عمالين نتفرج على روعة الخالق. وبصيت لقيت بنت صغننة ما تزيدش عن 3-4 سنين اشترت آيس كريم، وهي ماشية اتزحلقت وقعت وقع منها الآيس كريم، جم 4 عصافير أكلوا الآيس كريم، زي ما كنا الله سبحانه وتعالى قال لهم أنتوا عصافير هتفطروا آيس كريم النهاردة، البنت هتشتريه وتتزحلق وأنتوا تاكلوه. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فانت ما تخافش، رزق ربنا هيجيبه لك لغايه عندك، بس لازم تتحرك عشان خاطر تجيبه، لازم تجري عشان تجيبه. دي روعه الخالق وحلاوته وجماله، فما تخافش، بس اعمل اللي عليك وقول اعمله. فتبص تلاقي هنا عطاء من غير شروط، ادي 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 من غير ما تفكر، ادي وخلاص.